اخبار اليوم. طبعا النهارده برضه مبسوط جدا جدا ان احنا معانا رموز النجاح حقيقه كابتن احمد حسن صقر الكره المصريه، وهو يمكن تقرير برضه ما كان عرض الجوان بس ما ادالوش حقه قوي في حاجات كتيره جدا. اولا ان هو عميد لعيب العالم لغايه دلوقتي، الوحيد اللي لعب 4 بطولات افريقيه وخدها، يعني بجد انا مبسوط جدا 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 وفخور بوجود شخصيه زي كابتن احمد حسن في نادي الزمالك. يعني خليني اقول ان انا الكلمه اللي بقولها وبحسها من قلبي ان انا بمثل، عشان ردا على سؤالك يا شباب، ان انا بمثل جيل كامل، مش من الشباب، لا هي القصه ان احنا في مصر الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والفوق المتوسطة وتحت المتوسطة دي هي الغالبية في مصر. فيمكن أنا عشان ابتديت من الصفر وابتديت من غير ولا رأس مال، فمعظم الناس اللي قاعدين أو معظم الشباب في مصر عندهم نفس الحاجة. فأنا ابتديت سنة 96، كان عندي طموح واصرار من وانا صغير ان انا نفسي اكون حاجه بمنتهى الامانه، ويمكن لعبت كوره ولعبت برضه دولي بس ما كملتش. كابتن احمد خد الرايه دي مني، بس كنت نفسي بجد كان نفسي اطلع لعيب كوره، وجالي طفرات صليبي ما كملتش، وكان دايما بقول لنفسي انا عايز ايه. ويمكن انا من الناس اللي والدي ظابط شرطه، وكان حلمه ان ابنه يطلع ظابط شرطه. هربت من البيت اسبوع ودخلت جامعه عين شمس هنا، لسه كنت فاكر الموضوع ده امبارح. شهر وبعد كده هو اتنقل راح على بورسعيد، رحت معاه جامعه قناه السويس. ان انا اكون حاجه دي محتاجه حاجات كتيره جدا. اول حاجه طبعا توفيق ربنا، ده اول حاجه. بس في بعض الحاجات اللي انا في حياتي شفتها او نفسي انقلها لكم، ان انا عمري ما بصيت يمين او شمال وضيعت وقتي في الناس بتعمل ايه، ده بيعمل كده ليه، ده ابوه غني ليه، ده ابوه فقير، ده وصل ازاي؟ لا، كنت مركز مع نفسي، كنت عايز عندي طموح واصرار ان انا اكون حاجه. مش نفسي كنت اكون موظف بمنتهى الامانه، لان انا اشتغلت في الجامعه، وانا في الجامعه كنت بتمرن في بنك كويس، ولكن ما كنتش نفسي اكون موظف. ودي النصيحه اللي انا نفسي انصحها لكم كلكم، ان ما انسوا القطاع العام، انسوا ان انتوا تشتغلوا في الحكومه، دي حاجه ميؤوس منها. اللي عايز يشتغل في الحكومه دلوقتي مش هيقدر، بمنتهى الامانه بقولها لكم بمنتهى الامانه، ما عندكش اي اصرار ولا طموح انك تشتغل اصلا، لان ورق الحكومه هتقدر تشغلك وهتضيع وقتك. في عندك قطاع خاص، يا عندك ان انت تعمل حاجه بنفسك، وهقول لكم ازاي من ضمن الاسئله. انا حاسس ان سهل جدا جدا يبقى في ملايين زي احمد ابو هشيم واحمد حسن. احنا انتوا جيل محظوظ، الناس بتتضايق لما بقول الكلمه دي بس دي حقيقه. كنت لسه بقول للدكتور عبد الوهاب، انتوا جيل، طلع رئيس الجمهوريه قال لكم عام الشباب، طلع قال 20-30 قايمه على الشباب، طلع قال في 200 مليار قرض ليكم، ممكن كل واحد فيكم في سنه رابعه دلوقتي يبقى عنده فكره، ممكن يبقى عنده يمكن مشروع صغير في حياته عايز يعمله، الدوله هتساعده. الدوله لو بتقول كلام مش هتقدر تنفذه، احنا هنعرف بس من خلاله، مش من خلال، يعني انا برضو معلش انا بخور يا شباب في السؤال ده. النهارده كنت عند السيده الفاضله وزيره الاستثمار وسالتها، قلت لها انا عندي جامعه في عين شمس ونفسي اقول للشباب حاجه تفرحهم منكم كحكومه. قالت لي عندنا تعليمات واضحه وصريحه من رئيس الجمهوريه ان هو فعلا ان الشباب هم الامل، هم اللي هيطبقوا استراتيجيه 2030. قلت لها وبعدين انا عايز اقول لهم حاجه مفيده. قالت لي ال 200 مليار جنيه القروض اللي ب 5%، قلت لها وبعدين استخدمت منها كام؟ قالت لي 100 مليون. قلت لها طب يمكن في مشاكل عندكم؟ قالت لي اي مشكله هنحلها. نصيحه مني لاي حد في سنه رابعه على لسانها كمان، قالت لي فكره انا عجباني شخصيا، يعني لو كل منكم واحد في سنه رابعه بالذات اللي هو يخلص ويتخرج كمان شهرين، تلموا بعضكم 4-5 كده عايزين تعملوا مشروع، هتروحوا تقدموه، هتعملوا دراسات جدوى للمشروع، هتقدموه
للبنك المختص اللي هي مبادره البنك المركزي، ولو في اي مشكله قابلتكم لازم انتوا يبقى صوتكم عالي، وانا اول واحد استقبل مشاكل، لان الست النهارده كانت واثقه ان كل المشاكل هتتحل. اعملوا الكلام ده يا جماعه، عايزين يبقى عندنا 100,000 واحد عنده مشروع صغير، المشروع الصغير ده هيكبر وانتوا هتكبروا معاه، ويبقى عندكم امل، لان فعلا مش كلام انشا، الدوله عايزه تساعدكم. استغلوا الفرصه، استغلوا الفرصه. يمكن يعني احنا هنشوف اذا كانت الدوله بتقول كلام كده ممكن يبقى انشا ولا حقيقه. طب ما انتوا عندكم الفرصه استغلوها،